entrevista con mi colega, ya sabéis. Contrario, chof. Yo solo el vídeo. Se llama Morat. Su nombre artístico es Morat. Se llama Morat. Se llama Morat. Ah, el Morat. Pues Flow Morat. Yo le digo el Flow Morat. ¡Morat! ¡Hermano, eh! ¡El mejor rapero de España, sí! مراد الخطوطي الحرامي المعروف بالمراد، داك الرابر اللي ما كانش عنده حتى شي صله بالراب بتاتا، قدر في 3 سنين يحكم في اسبانيا كامله وهو يلاه عنده 23 عام. الغريب هو انه دار هادشي كامل بلا ما يسيني مع حتى شي ديسكوغراف حتى شي ليبل. فتخيل معايا السبب اللي خلاه يرابي هو انه واحد النهار كان كيقلب لصاحبه بيني جونيور على استوديو باش يرابي فيه وسجل بالصدفه لحتراك والبقيه كنا عارفينها. مغربي قدر يولي هو الرابر رقم 1 في اسبانيا، ماشي الرابر رقم 1 بالله، الارتيست رقم 1 والاكثر استماعا في هذا البلد، مكبر بالبلاد وممثل باحسن تمثيل، ديما هاز ترابو لابس توني في لي كونسير. هادشي وكيف ما تكونوا لاحظتوا فيها في الفيديوهات اللي كنديروا كيخلق لي صداع كبير في اسبانيا. كاين اللي بهاد الشهره غيبدل الدرب العشران الناس اللي دايرين به، ولكن هو لا، ولد الحي. وكيف ما السلوغون ديالو كيقولها ام دي ال ار ميك دو لا رو، اي ولد الزنقه او الحي. مراد كيطبقوا على اكمل وجه، فراه كنتي تقدر تدور في دربو وتلقاه تما جالس ديما في نفس البلاصه في الدرب ديالو اوسبيتاليت دي لوبريغات فلوريدا. توقع لي هذا المشكل الاخر اللي نتعرفوا عليه اللي بسببه طردوه من الحي ديالو. فكيفاش واحد الشاب خجول اللي ما كانش كيقدر يدوي حتى في القسم كيعمر لك اكبر لي كونسير في اسبانيا؟ كيفاش هاد الشاب اللي دوه من موحد ولا الحضانة ديالو هو عنده 12 عام قدر يستغل هاد المصيب ديالو في حياته الموسيقية وينجح؟ وكيفاش مغربي كيخلي كاع لي بواط ميقدروش يدوزو الليلة بلا الأغاني ديالو؟ ويطلقوا اغاني بزز منهم رغم انه محارب من طرف لي راديو ديال اسبانيا. هاد القصه عامره معاناه، ولكن البروتاغونيست ديالها قدر يتفوق على كاع الصعاب اللي واجهوه. فراه كيشكل اكزومبل لاي واحد مشى للغربه ولا باغي يمشي ليها باش يصوفي، ماشي على راسه وعائلته بل كاع الناس اللي دايرين به. سير خذ ليك ولا خذي ليك شي حاجه ما تاكلي، فيديو طويل شويه. الا لاحظتوا راني مروح ولكن كان خاصني نجيب لكم فيديو في اقرب وقت. اطلب منكم حاجه واحده، لا ما تقدك صابوني حمراء رجع اجري ونبداو في الفيديو. هاد الفيديو ديالكم كاين لا سبونسر لاواحد كاس اي واحد من الشهيد وما عندناش مع الكسالى. برشلونه اوسبيتاليت دي لوبريغات، نهار 5 مارس من 1999، اي تزاد مراد. الام ديالو ديجا كانت توجهات به من مدينه العرائش وهي حامله به وولداته في برشلونه. مراد عنده خوه كبر منه اللي كمل الدراسات ديالو، بالاضافه لواحد الاخ واخت صغر منه. الحي اللي كيمثلو واللي تزاد فيه اوسبيتاليت دي لوبريغات كتعتبر مدينه بحد ذاتها برا برشلونه، اللي في الديستريت الرابع ديالو ولا الجهه الرابعه ديالها كاينه لا فلوريدا اللي هي الحي ديال مراد. هذا الحي ولا المدينه معروفه بالتهميش اللي كتخضع عليه وبانها كيجيو لها مختلف المهاجرين والناس اللي ما فحالهمش يعيشوا فيها. داكشي علاش كتلقى فيها بزاف الكيسز ديال الاجرام، وهادشي قبل ما يتزاد مراد اصلا. فراه عادي واحد المنطقه اللي المستوى المعيشي ديالها منخفض، بنادم ولا الناس غيبغيو يصوفيو باي طريقه، ولكن من جهه اخرى راه ما عندهمش وما خاصهمش وراهم فغيمو سوسيال بيناتهم. باش نقرب لكم الفكره، فحال الاحياء الشعبيه ديالنا ناس على قد الحال، ما كلشي كيتسالم كلشي كيتعاونوا الى اخره. المهم مراد غيتزاد تم داك الوسط ويعيش في واحد الدار فيها 50-60 متر اللي كانت مجموعه فيها العائله كامله، جداته والده ديالو خوالاته خوته، في دار صغيره تما كيدوزو رمضان افراح كلشي. مراد غيكبر ما بين الوالده ديالو وخوالاته، الشيء اللي غيخلي نوعا ما يعاني من الغياب ديال الاب ديالو، الامر اللي غيتسبب ليه في طفوله صعيبه نوعا ما، ولكن في نفس الوقت غيخليه يحترم المجهود الجبار اللي كانت داير عليه الوالده ديالو. فراه كانت امراه بقيمه 20 رجل، عائلته ما كانش لاباس عليها، كانت على قد الحال، ولكن كيف ما قالها هو ايراموش بوبريش بيرانو بوبريسيتوش، اللي كتعني يعني ما كانش عندنا فلوس ولكن ما كناش كنطلبوا حتى شي
شي حد. مراد غيقرا البريمير ولكن سرعان ما مسبب شي مشاكل غيضطر يديه لواحد المدرسه خيسويستا ولا واحد المدرسه دينيه كيقروا فيها المسيحيه ففرضات عليه الدوله. تما ملي غيمشي لها غيحس بقمه العنصريه حيت هو مسلم مغربي كيشوف كيفاش كيدويو معاه وكيفاش كيعاملوه بسبب الديانه ديالو والعرق ديالو. في الصباح ما كانش كيدي مع الفطور كيف ما قلت لكم الوضعيه ديالو وكيشوف الدراري الاخرين كاملين قدامو ها نوتيلا ها العصير ها اللي بغيتي. داكشي اللي خلق واحد المود عنده في شخصيته انه ديما يقنط راسو ويسكت ويبقى يشوف من غير هادشي كيشوف كاع اللي كيقراو معاه ديما السبرديله تجتاد هو ديما غادي بنفس السبرديله. هاد الامر كيزيد يخليه ما يكونش علاقات ويبقى ديما ساكت راسه. الشيء اللي خلى المدرسه تصيفط ليه واحد الطبيبه نفسانيه باش تشوف داك الطفل ماله على السكوتي. او لطافه ديال ديك المراه او الطبيبه النفسيه خلات مراد ينفتح ليه وكانت اول مره ليه ينفتح على شي واحد اترونجي ويعاود ليه شنو واقع. عاود ليه على بزاف الحوايج اللي من ضمنهم كانت ديك البلان ديال الفطور وديك السيده باش تعاونوا شويه كانت كل جمعه كتخلي ليه فطور ولا كتعطيه ليه باش يعيش شويه بالانتماء. يعني ما كانتش عنده طفوله سهله بهتات امور بقات فحال هكا بالاضافه للوضع الصعيب اللي كان في الدار. الوالده ديالو ما كانتش مقصره بهتاتا فراه كانت كتضطر تخدم كتنقي لي صال سينما الناس اللي كيمشيو للسينما وكتاكلوا بوب كورن ومناضات وكذا متسالي وشوفوا شنو كتخليهم وراكم. كان كيدخل كيشوف مو كيشعلوا الضوء وكيلقى لا صال كامله عامره المناضه مكبوبه البوب كورن مليوحه لتم ما عرفتش شنو جايب معاه. امو غضطر تنقي لا صال من الفوق للتحت باش تجيب لهم ما ياكلوا للظهر. هادشي كان كيصدمو ديما ولات فيه واحد الرغبه في النجاح وواعد راسو انه غيخرج امو من تما مهما كلف الامر. نرجعوا لديك المدرسه الدينيه خي سويستا اللي قلت لكم فين واحد النهار واحد التلميذ بدا كيتعامل مع مراد بعنصريه وسبوا على الدين ديالو واستفزوا على الاسلام. مراد ما حسش براسو حتى ضربه. شنو غيوقع من بعد؟ غيطردوه من المدرسه امر اللي غيقلق امو ديال بصح واللي غيزيد طينه بالله هو انه غيحيدوا الحضانه ديال مراد من امو وهو عنده 12 عام. تخيلوا معاه يعني كاع داكشي زيد عليه هادي فدوه كلمه مشهوره للسنتر دي مينوريش تما غيسيرفايفي كيف ما قدر. ولكن واحد النهار غتوقع واحد الحادثه اللي غتبدل حياه مراد. شنو هاد الحادث؟ هو واحد النهار في داك السنتر غتوقع واحد الشفره وغيسبيوها في مراد غيتهمو هو وغادي يدينوه الوغ ماشي هو اللي شفر. امر اللي غيخليو يديو من سنتر دي مينوريس يعني دار ديال الدراري الصغار لسنتر سراد اللي هو بحال الاصلاحيه ولا الحبس ديال الدراري الصغار وهذه اخرى هنا. وهنا فين مراد غيخرج لها طايطه قال لهم دنتوني ظلما وانا ما دايرش فدابا غنبدا ندير ديال بصح. تما فين غيبدا يشفر غيبدا ياخذ شي لعيبات باش مي دوك الاحتياجات ديالو بحال الحوايج الى اخره كيف ما كيقول بزاف الاغاني ديالو يور روبابا كولا بيكالا انتش من روبابا لا سبرنداش اورا باغاتولوش ماشي شاسيندا وبزاف الاغاني اخرين ديما كيعاود هاد الفتره من حياته. مراد غيستطع انه يخرج من داك سنتر سرادو ويرجع للحومه ديالو بيض ويرا كان كل مره كيعلق باش يشوف الوالده ديالو عشرانو من اغلبيه الوقت كان في السنتر كندوي على 2016 بحال هكاك فين عشيلو البيني غيبغي يبدا في الموسيقى. في الاول مراد غياخد طلع يقول لي راه غتشوه هنا صاحبي اش تبدا تغني كلشي اللي يضحك علينا في الحي. ولكن كواحد عشيرو غيبغي سيبورتي قال لي صافي بدا تغني انا غنسيبورتيك وانا غنكون عشير داك المغني المشهور. مراد ما كانت عنده حتى شي صله بالراب ولا الاغاني وبيان سور بيني كيغني حتى عشير كيغني دونك انفلونسا بالراب والموسيقى الى اخره. فبدا مره كيحاول كيدير انستروي كذا اوديوات في واتساب الى اخره. حتى واحد النهار صدفه كان كيقلب العشير وبيني على الاستوديو فين يسجل وفواحد التراك كان عنده سجلوا فعلا وقرروا انهم يلوحوه. هادشي في 2018 ومراد عنده 19 عام. التراك كان هو نوسون دي كاي اللي كيعاود فيه على الواقع المعاج ديالهم وحياه الزنقه. موراها بسيمانه غيلوح لابي دالوك التراكات بجوج غيديروا بوم في مده قصيره بزاف. امر اللي غتخلي سوني وحده من اكبر الليبلز العالم تحاول تسيني مع مراد وهو يلاه لا يحجوش تراكات. اما تخيلوا معايا المبلغ اللي عطاوه، عطاوه 60,000 اورو. اي واحد في ديك السيتياسيون كواحد جاي من حي شعبي ما فحالوش غيشوف 60 مليون غيدوخ وغيسيني. داروا معنا نعطوك 60 مليون بعطينا جوج البومات. لكن مراد كان دماغه ذكي وما غروش الفلوس ورفض 60,000 اورو. باي ذا من بعد غيرفض جوج المليون ديال الاورو. باقي لحد الان ما مسيني مع حتى شي ديسكوغرافي باش يبرودويزي لهم الموسيقى. كاع التراكات كيديروا من راس زيرو برومو زيرو ديرها. من بعد غيخرج لا كاي من سينيور اللي مراد غيلوح اول كليب ليه واللي غيكون ليه لا مارك ديالو اللي هما كليبات كيتصوروا في نص ساعه ساعه كيتاديتو في ساعتين ولا ثلاثه تصويف وكيتلاحوا في نفس النهار في الدرب وان شوت وكلهم في الحي. وهذه القضيه باقي خدام بها حتى لدابا. شوفوا هالكليبات فعباش تصوروا حجم هادشي راه كاين اللي كيكريو الطوموبيلات الدريات الشراب الروينه والو هو زيرو برومو في دربهم بكاميرا ديال عشيرو كدا يقدر يدير لك دي هيت كيفوتوا 20 50 مليون فيو. هادشي بيان سور بالمساعده ديال عشيرو ايفان سالفادور اللي هو الفيلم ميكر ديالو اس اتش بي اللي هو صهيب بروديوسر ديالو. واللي كيخلي الاغاني ديال مراد سبيسيال واخا تجيك غريبه هي انه كيعاود على الواقع المعاج ديالو ديال بصح بكلشي كيسمي عشرانو كيسمي حتى الملحانوت اللي كياخذ من عنده مانولو. فتخيل معايا دار التراك كامل على عشيرو
شيرو الكوليطا وضرب ليه شي 18 مليون. تخيل معايا انت تجي دير طرك تغني على شيري ويضرب لك دوك الفيوز. من غير هادشي كيعبر في الطركه ديالو على سوء تعامل البوليس. هادشي كيخليه ديما يبغيوا فيه البوليس ويبغيوا عايمتى يغلط. غتكونوا ديجا شفتوا بزاف فيديوهات ديال المعامله ديالهم معاه. الواعره هي انه كتلقى شي بوليسي ولدو فان ديال مراد وكيطلق الاغاني ديالو في الطوموبيل مع باه ومراد ديما كيفاك البوليس اغاني فحال داك التراك ديال بارانويا برشلونه فاك موسوس دي سكوادرا. موسوس دي سكوادرا مال البوليس ديال برشلونه الاخر. من غير السيل ديال الكليبات والمواضيع ديالو حتى اللبس ديالو فراي واحد كيدخل فلوس كيدخلها مراد دابا تلقاها بالغوتشي برادا مونكلير. مراد كيلبس ثلاثه الحوايج اديداس نايك ولاكوست صافي ما تلقاش لابس شي حاجه اخرى ولا نادرا شي كولاب ولا شي حاجه دو السيل ديالو. المهم في 2019 يلوح اول البوم ليه اي عام واحد مرة تراكات وكذا اللي سمى امادلير ماك دو لاغوي. تخيلوا معايا هو مبلبلها ومدخل فلوس حتى شي بنك ما بغات تحل ليه كونط عندها. جات الوالده ديالو وعاوناتو باش يحل الكونط. نزيدكم ان مراد الطفوله ديالو كامله زعما من عام 18 ولا 19 ما كانش كيخرج من الحي ديالو كان من اوسبيطاليت العرائش العرائش اوسبيطاليت برشلونه ما عندوش شي طريق اخرى ما كيمشي لا لمدريد لا لبالنسيا لا والو ما كانش كيسافر كاع وكان كيمشي في الطوموبيله مع جدو كذا عند منقلي اللعيبات للعرائش. ما عمره ما سافر في طياره حتى دار 18 عام ولا 19 منين كان غادي يضرب في تيورينغ مع ديلا فوينت. تخيل معايا اما واحد ساكن في اوروب ما يسافر حتى يكون عنده 19 عام باش تعرفوا انه هادشي كامل جه مورا سنين ديال الخدمه. المهم مراد غتجي الفرصه في انه يدير اول تور ليه قبل من كورونا. وتخيلوا معايا البيدجي ديال التور كامل ما خدا والو في الفلوس الارباح ليه مشى مع شي 8 ولا 10 عشران وكل واحد خلص عليه بيت ديال اوطيل كل واحد خلص عليه فطور غدا عشاء ترونسبور روينه والبيدجي ديال التور كامل مشى في 20 تهلا فيهم كاملين هو ما خدا والو ليه. مورا غتجي كورونا مي مراد ما غيوقفش من الخدمه وغيخرج الاوبي الثانيه ليه ولا البروجي الثاني ليه اللي هو ام ديال ريجوج. في نفس العام غيخرج واحد من اكبر الهيت ديالو اغنيه اللي تغرات في المغرب اللي هي نورمال لي 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 غيبقى غادي نجاح مورا نجاح. وفي 2021 في الاخر ديالها غيلوح اشهر اغنيه عندنا في المغرب اللي هي بيليلي نورمال. وبيليلي هما اشهر جوج اغاني عندنا في المغرب. في 2022 غيلوح الالبوم ديالو كوما مع بيني جونيور اللي سماه كابيتولو كايبي او بي والالبوم. رغم هاد الشهره كامله ما عمره ما بدل طريقه الخدمه ديالو كاع الكليبات في الدرب. فتخيل معايا الارتيست رقم واحد في الصبليون تقدر تمشي لدربو وتلاقى معاه وتصور معاه ودير مع اللي بغيتي. من غير الخدمه ديالو سولو مراد قدر يضرب بزاف ديال لي فيت اللي تاكسبورتا بهم برا اسبانيا مشات لامريكا اللاتينيه. ابرزهم كان مع بيسراب اللي هو اشهر بروديوسر كيخدموا معاه كبار نجوم العالم. شاف البوتونسييل اللي في مراد وعيط ليه يديروا معاه سيس. مراد بيان سور غادي الوحده من اكبر البروجي في حياته. شنو دار مشى كبر بالمغرب ومشى بتوني ديال المغرب. وفي التراك كيقول انا مغربي جاي من افريكا البريمير كومبيسا كبينه ديال افريكا لما اول واحد غيدوز مع اشهر بروديوسر كيجي من افريقيا ما قال الصبليوني ولا كذا. والثاني بروجي اللي كان كيتسنى مراد من صغره هو مع جول فين خرج معاه ثلاثه التراكات. من غير هادو مراد دار بزاف لي فيتشينينغ واعرين مع بيني جونيور دي لا رو Eladio Carrión, un juego de toque ganando los tacos, equipo del Tiki Taka, Ozuna o Soul King, John Z, el pana mío me salió ileso, de coleta lo tuve preso, ya no quiero saber de eso. De la Fuente, اللي هو اللي سافر أول مرة بطيارة لعندو, Rails B, Skyhook, BB Gang, Central C, Kobalade, Rimka, La Cream, Moro, La Robi, Ashfar, Capo Plaza, Naps وبزاف واحد آخرين. علاش لا؟ تسناو يديروا لنا شي فيتشرينغ ما بين طاطا ومراد. من غير زعما روابا كولابا مع فيفا فين داروا التراكات ديالو في اللعبه مع اوفيو الماركه ديال دريك. راه دريك مفولوي مراد. واحد فان فاكت راه مراد مفولوي بنزيما فينيسيوس راه في اسبانيا خاصكم تعرفوا البلاصمون اللي عنده هنا. او كولابي مع اديداس بيان سور هذه معروفه. الخدمه ديالو خلاته تحصل على عشرات لي ديسك دور او عده دي ديسك بلاتين. الوعري انه كاع لي زارتيست الفوق وخيبر لكم سميات كيخلعوا راه كلهم تقريبا جابوهم لدربهم يفيلميو معاهم. الامر اللي خلاو دربهم يولي فحال وجهه سياحيه لكاع لي فان ديال الموسيقى كيجيو كيشوفوا كاع القناه اللي كيموالف كيكليبي فيها. مراد قدم الحي ديالو اكثر ما قدمات ليه الدوله. مثلا اخر سيسيون خرجها مع اديداس والكولاب اللي دار معاهم في ديك الغاليري دارها فابور قال لهم ما تعطوني والو عندي كونديسيون وحده هي تقدوا لي الفرقه ديال الدرب ديال الحي تقدوا لهم التيران وتعطيهم تونيات سبونسوريزين من عندكم. فتخيلوا معايا فرقه ديال الحي سبونسوريزين من عند اديداس. حاجه اخرى كان جا واحد النهار في ستوري وقال لهم دري صغار اي واحد جاب مزيان في النتيجه غيتهلا فيه وغيعطي حوايج. انا عام مؤخرا مشيت لبرشلونه ودست الحي ديالو باش نخدم هاد الدوكيومونتير نيت وكنت تفاجات ملي مشيت للحي لقيت كاع الدراري الصغار في الهالوين هازين ميكات ديال فوت لوكر.
ميكات ديال واحدة من أشهر المجازات ديال السبرديلات. مشيت تصورت لقيت أنا قاعد دري صغار كيقولوا مراد مراد، عاد باش عرفت أنه كان تلاقى مع الدري الصغار ومشى شرى لهم كاملين حوايج. كما قلت لكم الحي ما فحالو، هو كيحاول يدير قدر المستطاع باش يعاون الوالدين ديال تما والدراري الصغار سورتو. كثر من هادشي اسمع معايا مزيان، تلاقيت مع مورا او بروبوزيت عليه نديرو انترفيو تاع دوكيمونطير باش تعرفو نتوما تجي الانترفيو مورا. ما كاين واحد الشرط، هو انه اي واحد فيكم كيتفرج يشوف لتحت ويدير لايك راه فابور. وتحداني انه لو وصل الدوكيمونطير ل 60000 لايك صعيبه ولكن تقدر ديرها قوي عليها نديرو انترفيو، يعني مع الظرفه نمشيو نفيلميو انترفيو فهمتوا. خليكم على اللقطه. شفت فيديو ديالو سنتابي مي غوستا انترفيستا كوم مي كوليغا يا سويس الدراري. شوف يوصل الفيديو 60000 لايك تسناو احسن انترفيو مع مراد وبالبلوه في الشو المغرب وديروا لايك. نجي ولاد العام 2022 وشنو وقع فيفري ديال هذا العام 2022؟ ما كتثبتش عليه واحد التهمه كنوجهوها ليه ديال السرقه ديال واحد الدار في 2018، حيت انهم استغلوا واحد التصاور ديال المترو واحد ديكلاراسيون ديال واحد الشهر ديال ديك الدار اللي تشفرات فين اتهم مراد مورا ما تشهر. شافوا قال هذا هو اللي كنشفر في 2018. القاضي شاف الادله ولقاهم انهم ما كافينش باش يدين مراد وقدروا يطلقوه. باقي المحاكمه ما لحد الان ما منتبوتاش عليه. راه ديجا درنا فيديو على هذا الكيس كنشرحوها بالديتاي، نخليوك في الديسكريبشن. هنايا يعني في جوان ديال هذا العام غيشدوا البوليس وغيحيدوا ليه الكارنيه ولا غيمنعوا من انه يسوق حتى جاو السرعه. داكشي علاش ديما مراد غادي تلقاو ديما سايق بين شي واحد، ما عمرك ما تلقى سايق هو اللي كنتو كتسائلوا عليه. في جويه في وسط التورني ديالو اللي دار فيها تقريبا اكثر من 20 كونسير، في واحد منهم جا واحد خونا ويلوح ليه الدرابو ديال البوليزاريو. مراد ما شافوش وبدا كيويفي فيه، امر اللي خلق ليه الروينه في المغرب. هو راه بالغلط كان كيتصاحب ليه ديال فلسطين، فعلاش تشد الدراب ديال البوليزاريو ديال فلسطين راه فحال فحال، زيد على الهلال. هاد المغالطه هادي فهمتو خلاته فريمون يعاني باش يدخل المغرب، مي في الاخر توضحات كاع الامور وتفهم انه كان عا غلط ونيه خايبه من هذيك اللي حالي. حتى القضيه درنا عليها فيديو ونخليكم في الديسكريبشن. ندوزو من جويه لسبتمبر، مراد غيقدر يهبط لمدينه العرائش فين كبر المدينه ديالو الاصليه اللي كان كيمشي لها ديما مورا 4 سنين معفاه. مع جات كورونا ولي كونسير ديالو ما قدرش يهبط، يعني قبل ما يتشهر وهبط لها مورا ما يتشهر ديك الروينه كامله. كبروا به بزاف وديال بصح في الحي ديالو. خليكم مع لقطات. وشاف انه كاع داك التكبير اللي كيديروا البلاد والمعاناه اللي كيعانيها في اسبانيا، حتى تكون هنا رقم واحد وتكبر بالمغرب ما كيحملوهاش هما. لقى ان داك الشيء فريمون كيقدروه ولاد بلاد. تما نيت فين خرج داك الفيديو كيشرح هذاك البلان اللي وقع عليه مع المغالطه ديال ترابو ديال البوليزاريو وكيشكر انه مغربي والملك الى اخره. امر اللي نوض ليه الصداع في اسبانيا عاوتاني. فالصبليون ما حملوش بتاتا انه يفرح ببلاده ويفرح بالوحده الترابيه والملك. من سبتمبر دوزو لاكتوبر وبالضبط نهار 20 فين غتوقع ليه واحده من اكبر الصدمات في الكاريير ديالو. الا شفتي مراد وحللتيه فراه اهم عنصر عنده هو الحي ديالو. وشنو دير باش تحطمو؟ حيد ليه الحي. داكشي اللي دارت فعلا المسؤوله على ديك لازون ديال اوسبيتال ديال لوبريغات، منعات عليه الحي بواحد التهمه ديال انه هو صيفط شي وحدين يخربوا. الوغ كيف ما قلت لكم قبل فراه هو كيبغي يحسن الوضعيه ديال الحي والناس اللي ساكنين فيه. راه هو اخر فيديو درنا في لاشين نخليكم في الديسكريبشن الا بغيتو تشيكو لي ديتاي. وباش تعرفوا لاي درجه كيبغيو في الحي ديالو، الحي كامل خرج كيتظاهر امام البوليس واهم كلشي رجعوا لينا مراد رجعوا لينا مراد. حيدو من دارو وهي الانسبيراسيون ديالو تما فين كيفيلمي وكيكليبي صعيبه، مي نتمنوا يرجع واخا اختنا قالت لك انه ماشي دابا. حاليا مراد باقي عايش في برشلونه، مي ما يقدرش يدخل لازون ديالو. ولكن كاين واحد الحاجه نقدروا نديروها كاملين، هي ان مراد اخيرا غيدير كونسير في بلادو لاول مره فين غيكون في مدينه الدار البيضاء كازابلانكا. هاد الجمعه نهار 11 كلكم تقدروا تحضروا ليه، وعلى حسب ما سمعت فراه تباعوا تقريبا كاع لي تيكي بقاو قل من 1000. انا غنخلي لكم ليال لتحت فين تقدروا تقطعوا. فراه مراد غيجي حتى لعندك وتقدر تفرج فيه كيغني قدامك. كونسير غيكون في القاعه ديال الباسكيت جوبونس ديال مركب محمد الخامس فين غيتوجهوا الناس من مختلف مدن المملكه. اغلبيه غيجيو من الشمال حتى كيدوا بالصبليونيه الى اخره. لي تيكا كيتراوحوا ما بين 300 ل 900 درهم. باي ذا واي الاخوان هادي راه والله ما مخلص عليها، انا بغيت نشرح لكم القصه ديالو وجات فرصه وبغيت نسبق الدوكيومونتير دابا باش اللي فهم القصه يتحفز ويمشي يحضر ويشوفوا، يعني شوف امتى غادي شي فرصه اخرى باش يجي المغرب يغني. فراه مولف كيغني في اسبانيا دونك غيجي حتى لمدينتك حتى لعندك غتقطع سير تفرج ليها مع راسك وعلاش لا ديروا ستوريات وطاقيوني. نخلي لكم ليليان لتحت خلو تشيكو
قطعوا وتفرجوا ليا مع راسك. القصة ديال مراد قصة من بزاف اللي كتبين لنا ان كل شيء ممكن، وان النجاح مسألة حدث بسيط يقدر يوقع لك في حياتك ويصوفي لك عائلتك كاملة. دخل للاستوديو بالصدفة ويهز المايك ويرابي يحاول خلاته يصوفي الوالدة ديالو ميخلاش تبقى تمشي تنقي السينما، وخلاته يعتلي اعلى المراتب في الموسيقى العالمية والاسبانية. علاش لا انت ولا انت تكون مراد الجاي؟ ماشي في الموسيقى، في كورة، في يوتيوب، في القراية، كلشي. ثق في راسك وخدم، ولكن كتب لك الله شي حاجه غتوصل ليها. ما تنساش تخلي لايك باش تجي لانترفيو معاه، وني تخليوا لي الاسئله اللي تبغوا نسولوا حتى كنثق فيكم الصراحه نوصلوا ليها. ودما كان معكم فاروق لايف، هذا الفيديو ليكم، حتى شي حاجه اخرى، وتهلاو ليها في راسكم.